يلا ردي يا ريان، ردي على التليفون. إن الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق الخدمة. هديك الشيطانة خطيرة كتير وما حدا بيقدر يتخيل شو ممكن تساوي. لهيك أنا بنصحك تدير بالك على حالك وعلى اللي بتحبه، ما بتتوقع شو ممكن تعمل. الشي الوحيد اللي بيزعجني انت بتعرفيه منيح يا عزيزة. صدقيني اذا ايدك الوسخة لمست زوجتي مرة تانية وقتها ما رح ارحمك، رح دفعك الثمن بحياتك هالمرة. موتك رح يكون على ايدي والله لا اوصك. ألو ولك؟ مين انت ولا حقير؟ ها؟ مين انت؟ احكي بسرعة، تليفون زوجتي شو عم يعمل معك؟ لك يا اخي انا ما بعرفها لهالمرأة، كان مغمى عليها جنب الطريق، انا عملت منيحة ورح اخدها على المشفى. شو يلي عم تقوله؟ يلا قول وين انتو هلأ؟ زوجتي منيحة؟ احكي لي شو صاير معها؟ ما بعرف، انا رح اخدها على المشفى، لما رن تليفونها انا رديت. اعطيني اياها، هي بتقدر تحكي؟ لا ما بتقدر، مغمى عليها. طيب يلا قول بسرعة، انت على اي مشفى اخدها؟ دخيلك يا ربي، يا ربي ما يصير لشي لريان. يا شو قصة هي المريضة؟ لقوها وهي مغمى عليها بالطريق وفي عندها نزيف، في احتمال تكون حامل.